للحرب اوجهها القاسيه هذا ما يلمسه اليمنيون اليوم بعد اكثر من ثلاثه اعوام على الانقلاب والحرب النزوح المحفوف بالمخاطر هو احدى اسوا مظاهر الحرب هذه فالملاذ الامن هو اندر ما يجده اليمنيون اليوم تحت وطاه حرب لا تبقي ولا تذر تلاحقهم في الداخل وتقوض فرص الامان في الملاجئ المؤقته أما الهجرة إلى الخارج فلم تعد خياراً متاحاً بعد أن وضعت الدول القريبة والبعيدة سدوداً منيعة أمام اليمنيين وضيقت على من هم في الخارج حتى تحولت الهجرة إلى عبء لا يحتمل. هذا الأمر دفع بالحكومة إلى سلوك طريق النداءات والطلبات كالطلب الذي وجهه مندوب اليمن في الجامعة العربية رياض العكبري بالدول التي تستضيف اليمنيين بتسهيل إجراءات السفر إليها. وتخفيف قيود التنقل عليهم وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للتشاور العربي الاقليمي حول الهجره واللجوء والذي عقد في مقر الجامعه العربيه بالقاهره انها صرخه في فلاه فقيود الهجره تعترض اليمنيين اكثر من غيرهم بدءا من الدول المجاوره وانتهاء ببلد الفرص الواعده امريكا التي تدخل اليمن بقضها وقضيضها دون ان يعترضها احد وفقا للمراقبين مآسي النزوح والهجرة وصعوبة الانتقال ثلاثة عوارض هي الأسوأ في زمن الحرب وزاد من تفاقمها وفقا للمراقبين عدم بذل الحكومة ما يكفي من الجهد لتسهيل انتقال اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها في بلد المهجر إلى جانب التدهور المتسارع لأوضاع الخطوط الجوية اليمنية في ظل استمرار توقف الرحلات عبر خطوط الطيران الإقليمية والدولية من وإلى اليمن تحديات لا تكاد تنتهي أمام اليمنيين فمن الانتظار في مطارات العالم حتى تأتي فرصة لصعود طائرة اليمنية المتجهة إلى الوطن إلى الصعوبة الجمة التي تنال من حرية الحركة بين المدن الداخلية وسط حشد من النقاط الأمنية والتقطعات والانفلات الأمني